الآن إلى منصور عبد العزيز. يا شوط الأول على كأس الهيئة العليا لمسافة 1000 متر، المسافة القصيرة سبرينتر بمشاركة 7 من الجياد. هنا انطلاقة نصر هو اللي يتصدر السباق من البداية، بينما ريتاس بوياتي في المركز الثاني، غريزي في المركز الثالث، وأيضا من الجانب جهة اليمنى هنالك كيرتن كول، بينما المرشح الأول من جهة المنصة يأتي في المركز الرابع. إذن حتى الآن نصر بقيادة الفارس صلاح عيسى لا يزال هو اللي يتصدر السباق من بدء الانطلاقة في آخر 400 متر. ها هي انطلقت كيرتن كول من جهة السياج الداخلي ومن وسط الجياد. ها هنا المرشح الأول داتش ماستر بيز هو اللي يتصدر السباق. بيست دريس يأتي في المركز الثاني، بينما كيرتن كول في المركز الثالث. إذن بيست دريس بقيادة الفارس علي سمير هو اللي يتصدر السباق ويقترب من انتزاع الشوط الأول على كأس الهيئة العليا. المركز الثاني جابي داتش ماستر بيس، كيرتن كول في المركز الثالث، بينما المركز الرابع جابه دوجر مارلي. إذن بيست دريس هو بطل الشوط الافتتاحي لهذه الأمسية. إذن علي سمير ومن يقص شريط الأمسية مع بيست دريس.